مع الأسف المشكل ديال هاد الصعوبة الإنجاب في المغرب مازال طابو طابو من الطابوهات الكبار، بحيث أن مازال تنرتاعو أن أغلب الأزواج اللي كيجيو لهاد المراكز باش يتعالجو ولا يديرو داك التقنية ديال التخصيب الخارجي أو لا فيكونداسيون إن فيترو، تتقول لك خصني نتخبع أو لا إلا ولا حملة تتقول لك ما تقولهاش للوالدة ديالي ولا ما تقولهاش لأختي إتسيتيرا. هذا في حد ذاته راه سي با نورمال، لأن هاد التقنيات الحمد لله اليوم المشرع مشجعهم، والمشرع الإسلامي الدين الإسلامي مشرعهم، وأكثر من هذا الشيء هو أول ديانة سماوية اللي كتشجع الأزواج أنهم يلتاجوا لهذه الطرق ديال العلاج، لأن يعني في حد ذاتهم مشرع مشرعة وتيداروا في نطاق شرعي، نطاق ديال الزواج ديال المرأة والرجل المتزوجين، وتنخدموا غير بالحيوانات المنوية ديال الرجل الزوج وبالبويضات ديال المرأة، مع العلم أن اليوم 40 سنة باش خلقت أول طفلة بهذه التقنية.